سجلت مراسم احتفالات الترجي ببطولة الموسم الماضي غياب رئيس الفريق حمد المدر، وذلك لأسباب صحية بعد تعرضه لتدخل جراحي ناجح. ويذكر أن الأحمر والأصفر حقق ثالث انتصاراته في الرابطة المحترفة الأولى في ثالث المباريات التي يخوض هذا الموسم. وجاء انتصار الترجي بثلاثية نظيفة ضد الضيف اتحاد تطاوين في المباراة التي أقيمت في ملعب حماد العقر ببرادس، وشهدت إثر نهايتها حفل تسليم نادي باب السويقة لقب بطولة الموسم. نتمنى بالشفاء العاجل لحمد المدب وعودة سريعة للنشاط المهني والرياضي. ومن جانب آخر، أبدى الظهير الأيمن السابق للترجي سامح الدربالي خلال مراسم تسلم لقب بطولة الموسم الماضي السعادة الكاملة بحصوله أخيرا على ميداليته ومشاركته في مراسم حفل تسلم اللقب والذي ساهم في التتويج به. وقال الدربالي إن الترجي عائلة كبيرة تعودت بالتتويجات والاحتفالات، والنادي لا يحتاج لأحد آخر ليشجعه أو يفرح لتتويجاته، فيما فهم منه أنه رد على تصريحات الظهير الأيمن الدولي السابق حاتم الترابلسي. وعود على مجريات المباراة التي حقق فيها الترجي العلامة الكاملة والتسجيل ثلاث أهداف. سجل محمد علي بن رمضان هدفين في الدقيقتين 37 و 41 من ركلة جزاء، بينما وقع صابر بوغرين على الهدف الثالث في الدقيقة 52. هذا الانتصار مكن فريق باب السويقة من مواصلة احتلال المركز الثاني برصيد 9 نقاط وتنقصه 3 مقابلات كاملة، فيما تجمد رصيد اتحاد تطاوين عند 5 نقاط في المركز الرابع. ودخل الترجي المباراة بقوة لتحقيق الفوز الثالث على التوالي قبل أن توقف النشاط، وكاد يفتتح النتيجة في الدقيقة الثامنة حين مرر محمد بن علي كرة ذهبية نحو رياض بن عياد لكنه صوب فوق المرمى. وفي الدقيقة 11 كان بوغرين قريبا من منح التقدم لأصحاب الأرض بتصويبة صاروخية جانبت مرمى عزيز السلامي. أما الاتحاد الطويل فحاول مباغتة الخصم في الدقيقة 33 حين وجه الأسعد الجزيري نفسه وجها لوجه مع الحارس صدقي الدبشي الذي كان متقدما عن مرماه لكنه صوب بجانب القائد. وفي الدقيقة 37 سجل محمد علي بن رمضان هدف التقدم للترجي بعد عملية هجومية انطلقت من الليبي حمد الهوني الذي مرر لبوغرين، وهذا الأخير وضع بن رمضان وجها لوجه مع الحارس السلامي ليحرز الكرة في الشباك. وبعد 4 دقائق فقط احتسب الحكم عامر شوشان ركلة جزاء لفريق باب السويقة حولها محمد علي بن رمضان لهدف ثاني. وفي الشوط الثاني تواصلت سيطرة الترجي والتي ترجمها لهدف ثالث في الدقيقة 52 عبر صابر بوغرين. وفي الدقيقة 73 دفع المدرب نبيل معلول بتغيير اضطراري بعد إصابة أمين توغاي ليدخل مكانه ليفواري فوسيني كوليبالي، لكن الأخير غادر الميدان في الدقيقة 77 بالبطاقة الحمراء.